سيدي الكريم، انت تكلمت لي على جواد صيود الرياضي الوطني اللي اختار العلم الجزائري واختار الوطن الام الجزائري، وطن مليون ونصف مليون شهيد، وثبت الوطنيه نتاعو رغم اللي راهو عنده ريزيدي في فرنسا وعنده امكانيات في فرنسا وغواوه الامكانيات اللي رفضها واختار الوطن نتاعو. هذا مثال للشبيبه الجزائريه ومثال لكل جزائري، يعني شرف كبير انه شارك مع الفريق الوطني وجاب ميداليات في الالعاب الاسلاميه اللي نظمت في تركيا، وجاب ميداليات ثاني في الالعاب البحر الابيض المتوسط، البحر الابيض المتوسط في الجزائر في وهران. هذا شرف كبير. احنا واش نقولوا؟ نقولوا هذا جواد صيود، كاين بزاف جواد صيود، كاين بزاف مخلوفي اللي ما تنساش تاع لعب القوه، كاين بزاف جزائريين عندهم قدرات اللي يروحوا بعيد. الجزائريين معروفين بالتحدي تاعهم، الجزائريين واش يخصهم الجزائريين؟